لنا في الأمس أسماء تراءت نجوما تحرس الكنز الثمينا تمر بنا السطور إذا قرأنا تذكرنا الحروف إذا نسينا الكنز. هي ابنة عمة الهادي وذات هدى وزوجته التي جادت بكل ندى هي الأسخى عطاء في تصدقها وأطول أمهات المؤمنين يدا. من هو الكنز؟ زينب بنت جحش، زينب بنت علي، أم كلثوم بنت عتبة، الخنساء بنت عمرو،